حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه متجدده من برنامجكم عدسه تتراء. ومن خلال هذه العدسه نتجول في جميع انحاء دوله الكويت للتغطيه الشامله، سواء عن مواضيعنا المختلفه منها التربويه والثقافيه والاجتماعيه وايضا الدينيه. فحياكم الله ويانا في حلقه اليوم، ودعونا نشاهد ماذا لدينا من انشطه وفعاليات ولقاءات. فحياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. حديثنا سنتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن خصلة تحل بها الحق تبارك وتعالى، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وتحل بها كذلك خير من وطئ الثرى محمد صلى الله عليه وسلم، وتبعه في ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذه الخصلة أحبها العرب وأثنوا على من تحل بها كثيرا، ألا وهي صفة العفو. وكم نحن حقيقة بحاجة للحديث عن هذا الموضوع، لكثرة الخلافات التي تنشأ بين الناس، بين الزملاء في العمل وبين العائلة في البيت الواحد. قد تجد أن الأخ لا يكلم أخاه لفترات طويلة ولا يسلم عليه، وكأن العفو قد ألغي من حياة هؤلاء. ولذلك لا بد حقيقة أن نذكرهم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم الوافر من العفو في تعامله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الحق تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر من الله يقتضي الوجوب، فقال سبحانه وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه القرآن يبادر إلى التحلي بكل خلق يدعوه إليه القرآن بأمر من الله تبارك وتعالى. ولذلك عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل قرآني، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذلك مدحه الله عز وجل في سورة نون فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالحق تبارك وتعالى هنا في هذه الآية يؤكد بهذا المؤكد، وهو قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه شهادة من الحق تبارك وتعالى. وقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وسلم. نجد كذلك أن الصحابة كانوا يعرفون لهذه الخصلة قدرها، وكانوا حريصين على التحلي بصفة العفو. ولذلك قال الأحنف بن قيس التميمي رحمه الله، قال: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون أن العفو عار وعيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا مدى عفو الحق تبارك وتعالى، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه لنا أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد فيعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. فانظر إلى الذين يشركون بالله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، انظر إلى العصاة الذين يشربون الخمر ويتعاملون بالربا ويعصون الله عز وجل صباح مساء، كيف أن الله عز وجل يعفو عنهم في هذه الدنيا علهم أن يرجعوا إلى الجادة الصواب، بل ويرزقهم الحق تبارك وتعالى. وبعضهم تمتلئ خزائنه من الأموال وغيرها، وما ذاك إلا لحلم الله تبارك وتعالى وعفوه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التحلي بهذه الخصلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الذي يعفو عن المسيء أن الله عز وجل يعزه ويعلي شأنه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلاقي أشد أنواع الأذى والتعذيب من قريش
ألقوا سلى الجزور على كتفه الشريف، وكانت فاطمة تبكي وهي تزيل هذا الأذى من كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصفونه بالساحر والكذاب والكاهن. وكان كذلك عمه أبو طالب يمشي خلفه في موسم الحج وهو يصيح بأعلى صوته: لا تطيعوه فإنه كاذب وساحر، إلى غير ذلك من الإساءات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع القوم في دار الندوة وتمالأوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وندبوا من كل قبيلة قرشية شاب من أندى فتيانها ليضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد ويتفرق دمه بين قبائل قريش. تخيل أنك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، تجتمع قبيلتك بكل قبائلها على قتلك، كيف سيكون موقفك من هذه القبيلة؟ ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو ينظر إلى بطحاء مكة وينظر إلى المكان الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم ودع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة فاتحا، ووقف أبو سفيان على جبل وبيده سيفان وهو يقول: إذا اقترب محمد من مكة شبرا واحدا أقطعه بسيفي. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فألقى السيوف من يده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أصحابه أن يحدثوا أمرا أو أن يسفكوا دما في مكة في حرم الله تبارك وتعالى. فاجتمعت قريش، اجتمع الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع إليه الذين ألقوا سلى الجزور على كتفه الشريف، اجتمع إليه الذين سحبوا بلال بن رباح في الرمضاء ووضعوا الحجر على صدره، الذين عذبوا أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر وقتلوا والدته سمية ووالده كذلك ياسر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنونني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا يبلغ المجد إلا سيد فطن، وبما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، قال: فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم القائل وهو في واد كثير العظاه، والعظاه نوع من الشجر. قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم واستظل تحت شجرة وعلق سيفه صلى الله عليه وسلم. قال: فانتشر الناس يستظلون تحت الشجر. قال: فبينما نحن كذلك إذ دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجل قاعد بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل أتاني وأنا نائم، قال: وأخذ سيفي فاختلط سيفي. قال: فلم أستيقظ إلا وقد اختلط سيفي مصلة، وقال لي: من يمنعك مني يا محمد؟ فقلت له: الله يمنعني. قال: فشامه ثم قعد، وفي رواية أخرى: سقط السيف من يده فالتقطه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: من يمنعك مني؟ فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو. قال جابر: فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قومه وقال لهم: جئتكم من عندي أكرم الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر كذلك لعلنا نختم به، وهو حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، قال: فأتوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وكان هذا الرجل ثمامة سيدا من سادات بني حنيفة، وقد قتل جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدرا، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه دم. فلما جاءوا به وربطوه بسارية من سواري المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا في اليوم الثاني
وقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال له مثل ما قال. ثم جاءه في اليوم الثالث قال يا ثمامة ما عندك؟ قال يا رسول الله، يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت من المال فسل منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه، وعفى عنه. فانطلق إلى نخل قريب من المدينة، فتجرد من ثيابه واغتسل، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في مسجده، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا محمد، لقد كان وجهك من أبغض الوجوه إلي فصار وجهك من أحب الوجوه إلي، لقد كانت بلدك من أسوأ وأبغض البلاد إلي فصارت بلدك من أحب البلاد إلي، وما ذاك إلا من عفو النبي صلى الله عليه وسلم. يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلبه دم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، وإنما كان داعيا إلى الله عز وجل. ولن تستطيع أن تستميل قلوب الناس إلا بالأخلاق الحسنة، وعلى رأس هذه الأخلاق العفو. فإذا أردت أن يعفو عنك الله عز وجل فاعفو عن الناس. إلى هنا وصلنا إلى الختام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا بإذن الله في نفس الموعد، ونقول لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.